نطمن الناس على حالة الطقس، ايه رأيك؟ ما هي بيقول ايه بقى بيان هيئة الأرصاد؟ حاسين لكن بيان هيئة الأرصاد بيقول ايه بقى؟ بيقول تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة بيشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى جنوب الدلتا قد تمتد إلى شمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. هم قالوا الحقيقة أنه النهاردة واليومين القادمين هيبقى برد قوي. أنا تقريبا سمعت أنه بالليل هيبقى 9 مثلا حاجة. يعني ربنا يحفظنا. طيب يا رب نشوف البيان بدرجات الحرارة، يعني نشوف فعلا نشوف 9 ولا ايه.